واحد تأمين سمح حضراتكم طيبين شفاعة العذراء كده يعني نفرح قلوبكم وصلواتها وتكون كده أيام جميلة. وأنا شخصيا بحب المكان هنا خالص يعني، والاجتماع بتاعكم الحقيقة اجتماع جميل وهادي كده، والترانيم اللي فيها كده مشبعة. النهاردة يعني هنتكلم كده في موضوع بسيط يعني، هو عن موضوع التربية، له علاقة أكتر بالتربية يعني. طبعا لو احنا اتكلمنا عن المشاكل في البيت في بيوتنا مش هنخلص يعني، مشاكل مختلفة ما بين مثلا الأولاد على حسب سنهم، ممكن تبقى مشاكل مثلا بين الزوجين، مشاكل مثلا في أشغالنا، في علاقاتنا مع الأسر اللي حوالينا، أو مثلا مع عائلاتنا الكبيرة، حاجات بالشكل ده يعني، مشاكل مختلفة. مفيش بيت تقريبا بيخلو من المشاكل، واللي بيقدر يتجاوز المشاكل دي طبعا بتكون بنعمة ربنا، وبيكون إن ربنا موجود جوه البيت يعني. لكن في ناس أحيانا بتصطدم بالمشاكل دي ومش قادرين ان هم يتعاملوا او يتعايشوا معاها يعني. فالحقيقه اعتقد كل واحد فينا عارف مشاكله وعارف اللي عنده، فمفيش داعي ان احنا نتكلم فيها كتير. لكن احنا عايزين نتكلم كده بقاعده عامه او بحاجه ممكن تبقى ماشيه مع معظم المشاكل بتاعتنا، هي هنسميها كده روشته علاج، يعني ازاي نعالج المواضيع اللي ممكن تكون عندنا. زي ما حضراتكم شايفين كده يعني كيف نؤثر جيدا في ابنائنا واحفادنا. احيانا كتير احنا او دورنا كاسره الاب والام ممكن نكون مؤثرين جدا جدا عليهم، حتى ولو كان بيبدو ان هم مش مهتمين بينا، مش مركزين معانا. طبعا الاجيال الحاليه معظمهم ما اعرفش تختلف من بيت لبيت يعني، بس هم عايشين في حته تانية خالص يعني، تحس ان هم في مكان تاني جوه البيت يعني. دايما المصطلح القديم ده اللي هو يقولوا ايه، جزر منعزله يعني، تحس كل واحد قاعد في جزيرته قافل على بابه، لو شقه واسعه شويه فتلاقي كل واحد واخد اوضه، لو حتى شقه يا دوب على قدنا تبص تلاقي كل واحد واخد كورنر كده مكان، واخدين بالكم على جنب كده. فالتاثير بتاعنا وجودنا في حياتهم ده بيأثر كويس جدا. الكلام ده على مستوى الآباء، ممكن مستوى كمان الجدود يعني، بيأثر على الأحفاد يعني. بص تلاقي مثلا أم مربية ابنها على إن ما ياكلش الشيبسي وما يشربش البيبسي والحاجات دي، ها؟ أول ما يروح عند تيتا، تيتا بقى إيه؟ الدلع كله، تقوم فاتحة لهم إيه؟ كل الثلاجة بقى بكل كل الأخطاء يعني، بدل ما تجيب كيس الشيبس الصغير ده تقوم جايبة لهم إيه؟ كريمة بقى، الكبير يعني، كل يا حبيبي. فطبعًا لو دي تيتة مامة بابا يعني، طبعًا الأم هنا إيه؟ ليها كل الإيه؟ إنها تقول اللي هي عايزاه بقى يعني، واخدين بالكم؟ لكن لو مامتها الموضوع بيختلف شوية يعني، ممكن تقرص على إيديها شوية، تشوشها في ودنها، حاجات كده يعني عشان مامتها. لكن لو حماتها الموضوع ايه؟ بيتطور يعني. فالحاجات دي الاحفاد ممكن بيتاثروا بحاجات بقوانين مختلفه عن قوانين البيت يعني، واخدين بالكم؟ وبرده المصطلح قانون ده عايزين هنتفق فيه مع بعض واحنا ماشيين كده، ان يكون في كل بيت فيه قانون الخاص بيه. والقانون ده مهم جدا. يعني ايه قانون؟ هنا طبعا الاسره بتاثيرها على الابناء قد يبني او يدمر، ده استكمال لفكره التاثير يعني. ممكن الاسره ممكن يا اما تبني يا اما ايه؟ تهدم بعد الشر يعني. واحيانا حتى في الهدم محدش يعني اب او ام عاجبها انها تتعب بنتها او ابنها، بس احنا بنعمل ده احيانا غصب عننا او احنا مش واخدين بالنا. عشان كده احنا حتى كلامنا النهارده علشان نوضح شوية نقط قد تبدو لينا انها لا طبيعي او صح، ولكن بايه؟
بيكون خطأ أو غلط من وجهة نظر ولادنا. افتكروا كلمة قانون، قانون البيت. طيب تعالوا، دول ايتين، ادي اول حاجة في الروشتة بتاعتنا نستخدمهم امتى؟ لما كالعادة بنتسأل اسئلة ما بيبقاش ليها اجابات او ما بنعرفش نجاوب عليها. يعني انا شايف حضراتكم عديتوا مرحلة انا جيت منين يا ماما والحاجات اللي هي الاسئلة المحرجة دي، فوصلنا لاسئلة اصعب شوية يعني خلاص. فالاسئلة الاصعب اللي هو اشمعنى فلانة واشمعنى انا ملبس زيها، وطبعا لبس الفرح اللي هو دلوقتي بقى الفستان قد كده، فطبعا حاجة محرجة ونقعد بقى نفهم ونوعي مفيش فايدة. والولد اللي عايز تقريبا يبات بره 24 ساعة في بره البيت ويخرج وعايز يروح دهب وشرم واسكندرية صد رد والحاجات اللي هي دي، ويبات مش عارف مع اصحابه فين ويخرجوا فين والحاجات دي كلها، فمشاكل كتير. انا بتكلم في اجزاء بسيطة يعني، اكيد طبعا في مشاكل ممكن تبقى اكبر من كده، لكن الحاجات اللي احنا مش عارفين نرد عليها نرد بالايات اللي زي كده. الايات دي موجودة علشان تخدمنا في ايه؟ كل الاشياء تحل لي، لكن ليس كل الاشياء ايه؟ توافق. يعني ممكن غيرنا الحاجات دي مناسبة ليهم، لكن بالنسبة للقانون بيننا مش موافق، ما ينفعش. كل الاشياء تحل لي، لكن ليس كل الاشياء ايه؟ تبني. يعني الموضوع ده ممكن جدا مش مفيد لينا، مش هيبنيني. ايه اللي هيفيدني؟ هتعمل بيه ايه؟ هتعملي بيه ايه؟ هيفيدك في ايه؟ نقعد ناخد وندي معاهم. قبل ما ادخل في المواضيع اكتر عايزين نتفق على حاجه، التربيه مالها مش سهله، وده حاجه مفروض منها من حضراتكم عارفين. ف ما نتناقش معاهم في الوقت اللي انا اكون فيه اصلا مش قادر اتكلم، مش نافع اتكلم. ممكن جدا ناجل الكلام، ممكن جدا ان احنا نتفق نتكلم في الموضوع ده في وقت تاني. لو الامهات مش قادره تاخد قرار تاجله لغايه ما بابا يجي، الحاجات اللي في الشكل ده. لكن ما ينفعش ان احنا دايما ننهي الحوارات بشكل قاطع. انا قلت ما نتكلمش في الموضوع ده تاني، دي حاجه كارثيه. احنا كده يعني احنا بنقول ان احنا في حزم في بس بالنسبه لهم لا، انت كده ايه؟ بتحبطني، انت كده بتمنع عني ان انا اتكلم، فهيمنع الكلام معانا تاني، او هتمنع الكلام معانا تاني. لازم نفتح ونتكلم ونسمع، ونسمع اكتر ما نتكلم، لان هم احيانا بيفاجئونا بلغه احنا ما كناش قادرين نستوعبها ومش فاهمينها. بنتفاجئ ان هم دماغهم كبيره عكس اللي احنا كنا فاكرينهم مش فاهمين حاجه. فنحاول نسمعهم علشان نقدر نتواصل معاهم، ولما نحطهم في المكان الصح لان هم كبار هم كمان هيستريحوا في التعامل. حته كبار دي يعني ندخلهم في مشاكل. قد يختلف معايا البعض، بس تعالوا نفكر مع بعض. انا مش بديكوا حاجات مسلمات، لكن نفكر مع بعض. يعني احنا دلوقتي في ظروف طاحنه في الفلوس والمرتبات والكلام ده كله. ممكن بتختلف المدارس اللي هو مش ضروري نحبطهم ونحسسهم. طب لما يجي يقول لي انا عايز ايفون من ابو 45,000 جنيه ده اللي هو كان بتمن عربيه، حضراتكم طبعا يعني في سن ممكن فاكرين العربيات كانت تقريبا واقل كمان، يعني عربيات زيرو. النهارده الموبايل، حته الموبايل ده بقى بالارقام دي، هنعمل ايه؟ هنقول لهم طب ان شاء الله الكلمه الرهيبه دي اللي هي اول ما بتتسمع بيقولوا كده كرهونا في ايات الانجيل، ما ان شاء الله دي موجوده في الكتاب المقدس يعني. فيقول لك كرهونا في الكتاب ليه؟ لانه خلاص كلمه ان شاء الله اللي هي معناها ايه؟ بقابلني، اللي هي بتيكوال بقابلني لو في حاجه جت. فاحنا لازم ندخلهم معانا. يمكن كنا بنعلم الناس اللي لسه عندهم اطفال صغيرين نقول لهم كده لو سمحتوا لما تيجي تشتروا حاجه ليهم، لعبه مثلا، اللعبه دي ثمنها 10 جنيه مثلا، خدوا الارقام ببساطه كده. اللعبه دي ثمنها 10 جنيه، طيب انا هدفع، بابا يعني هيدفع 9 جنيه. الجنيه الباقي ده هناخده منين؟
الحصاد من اللي انت حوشته. واخدين بالك؟ ده معناه ايه؟ ده معناه ان احنا بنخليه يشاركنا في ايه؟ في ثمن الحاجه، علشان ما يبقاش ايزي كام ايزي جو، يعني مش جاي سهل يلا اللعبه اتكسرت هنعمل ايه يعني؟ لا. وممكن نزود اكتر من كده، انا هدفع 8 هو يدفع 2. الاحساس ده في حد ذاته، طب هو معهوش لسه ال 2 جنيه، معاه جنيه واحد منهم، طب نستنى شويه. طب ما طب ندفع ولا لا نستنى الفايده، ويبقى عمال ايه؟ يحاول يحوش يحاول، فاهمين الفكره؟ يبقى حاسس انه هو عليه دور برضه، في دور لازم يعمله. طب امشوا معايا بقى كده لغايه ما الجيل كده كبروا، ها؟ وعايز يرتبط. واخدين بالكم؟ عايز يرتبط، يبقى معهوش حاجه خالص، وبابا هو اللي عمال يجيب له، وماما اللي هي عماله تحوشته وتخش في جمعيات، وهو داخل ايه؟ كده بالمجهود يعني، يعني داخل كده طرزان. ويرجع له ويرجع لها بمشاكله وبمصايبه. واصلاب يعني انا بدي كمان كورسات مشهوره مخطوبين يعني. فتيجي البنت في المخطوبين، متخيلوا؟ متخيلين؟ يعني لسه يعرفوا بعض مثلا نقول من سنه. ده غير قصص الحب اللي بقى لها 8 سنين مثلا يعني. بس رسمي من سنه خلاص؟ اللي هم دخلوا بقى احتكوا قوي وعرفوا بقى بعض كويس، ودخلنا في مواضيع اللي هو هنشتري ايه ونجيب ايه وكده. تيجي تقول لي بص بيتر يعني طيب وحنين وبيحتويني، ده الحاجات اللي هي الاساسيات. فانا بالنسبه لي اقعد اسمع كل ده استنى كلمه ايه؟ بس ولكن، واخدين بالكم الكلمتين دول؟ ايه بقى؟ بص هو عشان اختصر على حضرتك، هو ابن امه على طول كده وش يعني، ايه ما فيهاش بقى ابن امه. ابن امه دي مش معناها وحش عشان الامهات ما تزعلش، لا ابن امه ده زي العسل جميل جدا. بس ايه المشكله عند البنت؟ انها شايفاه لما كل ما يوصلوا القرار اخر يعني الصبح بالليل يكلمها في التليفون او مسج يلغي القرار ده. لغاه ليه؟ لانه حكى ورجع لمامته واتكلم و الى اخره. كل دي حاجات ايه؟ غلط. كل دي حاجات غلط في تربيه اولادنا، في تربيه اولادنا. عشان كده بنقول ان ممكن جدا احنا بنأثر عليهم تأثير بيبني ولا بيهدم. على فكره ده نوع من انواع الهدم. احنا فاكرين ان احنا كده بنحميهم، احنا فاكرين ان احنا كده بنحبهم، خايفين عليهم، لكن ده كل ده ايه؟ غلط، مش في مصلحتهم. مش في مصلحتهم. هم ليهم حياتهم، يبقى في شغل، يبقى في بيت مفتوح، هيعمل فيه ايه؟ هيعمل فيه ايه؟ فلازم يتعودوا على ان هم ايه؟ يتعودوا على ان هم يشيلوا المسؤوليه. الكلام ده مش بس على الولاد، الكلام ده على البنات كمان. الكلام ده على البنات. النهارده ما شاء الله البنت تعرف تطبخي؟ لا ما يعني اشوف كده القصه دي. طب يعني يعني منيح خالص؟ نمشي معاها واحده واحده. طب ليه يا حبيبتي ما يعني طول السنين دي ما تعلمتنيش؟ فنقعد كده ندخل كده في تفاصيل الموضوع، نكتشف ان ماما كانت ايه؟ بتخاف عليها قوي. يعني حبيبتي لا البوتاجاز يح، الكوكو مش عارف يعمل ايه، البنت كده ما شاء الله لسه بنقعد نعمل معاها الكلام ده، خدي بالك مش عارف منين. إيه؟ الكلام ده مش صح، لا لا. او مثلا دخلناها المطبخ، خير اللهم اجعله خير، وهي بتحط الميه السخنه في المطبخ الكوبايه ولا المج اتكسر. تلاقي الام ايه تعمل ايه بقى؟ يعني ما تقولش مثلا المج ده مضينها علينا مليون بونابرت، يعني ساب الحرب ومضلها على المج مثلا، او المج ده من ايام الجهاز بتاع مامتها فعزيز عليها بقى، فتقلب الدنيا خناقه وتفضل زلاها العمر كله. فاكره لما دفناها احكي لهم يعني فضيحه. فتلاقي البنت من نفسها عملت ايه بقى؟ طيب بس شكرا بيقابليني لو عدت ايه المطبخ ده تاني. ترجع لنا بكحكحه بقى، عارفين المصطلح؟ عارفين المصطلح الصعيدي ده؟ يعني يا دوب ما لحقتش تدوب رجعت لنا تاني. ايه ده؟ في ايه؟ لا ما هي طلعت في شيء يعني ما بتعرفش ان اللي بيلبسوا جوانتيات هم من ايه؟ بيقصوا الفراخ والحاجات دي. مع احترامي لو حد بيعمل كده، بس ده يعني ايه؟ ده دي المشاهد اللي احنا ايه؟ بنشوفها. هي دي مش مقدمة، أنا بحكي لو هنوصل عند النقط هنعديها بسرعة، بس عشان إيه اندمجت في الموضوع، شايفكم مركزين معايا، فهنعدي على النقط بسرعة، مش هطول عليكم يعني.
طبعا زي ما انتم شايفين موضوع القدوة، القدوة الحسنة، يعني احنا قدوة، قدوة لمين؟ قدوة لأولادنا. والقدوة دي الحقيقة بتبان وانتم مش واخدين بالكم برضه. يعني التربية يا جماعة مش بالكلام، يعني مش هنقعد نقول نقعدهم زي ما احنا قاعدين كده مثلا وعاملين ايه نتكلم مع حدش في بيوتنا وحضراتكم طبعا لو سبتكم لحظات كده تسرحوا بخيالكم. اخر مره قعدت مع اولادكم قاعده كده يعني ممكن كان في المصيف لان مفيش غيركم يعني فاهمين الفكره، او مثلا قاعدين بتتفرجوا على فيلم ده لو برضه قعدنا يعني حاجات كده، ده غير ممكن ثلاث ارباعنا ما بناكلش مع بعض جايين للكلام ده كله يعني. فالقدوه بتيجي منين؟ بتيجي من هم بيشوفونا بنعمل ايه؟ بيشوفونا طول النهار بنعمل ايه؟ دايما اقول على موضوع القدوه ده مثال بسيط كده، مثال بسيط. ام بتوصل جوزها لغايه باب الشقه. خلاص؟ معاها ابنها الصغير. بتقفل الباب بعد ما ينزل وتدعي له تقول يا رب يفتح في وشك الابواب المقفوله، ترجع لنا بالف سلامه، يا رب يعني الرزق يجي لك من حيث لا تدري، ودعوات بقى كده. فمين تحس انها بتبيع مناديل على البتاع، المهم يعني خلاص هي ايه؟ بتدعي له. جميل، مين يسمع الطفل الصغير ده يقول ايه؟ ماما بتحب بابا. على طول على طول بطريقتها وباسلوبها، واخدين بالكم؟ لانها ايه؟ بتدعي له من وراه، بتقول عليه كلام حلو من وراه مش قدامه، لان قدامه دي مجامله احيانا بنجامل بعض، لكن الاجمل والاحلى في التليفون، ها قدام الناس، قدام اختك، مش عارف ايه، مين يسمع؟ الولد او البنت. مثال اخر، ام وصلت جوزها لغايه الباب ومش قفلت الباب بعد ما نزل، تعمل ايه؟ روح يا شيخ وانت ماشي يقع عليك بلكونه وانت يعني احدى الدعوات يعني. خلاص مين يسمع؟ الطفل الصغير يقول ايه؟ ماما بتكره بابا، بس كده. او ماما بتحكي لاختها على مصايب بابا، مين يسمع؟ برضه الطفل. هو بيبقى ده الشكل اللي بيبقى احنا مش قاصدين، بس هم بياخدوا بالهم انه ايه؟ انه في خناقه حصلت، في بابا بيحبش ماما، واخدين بالكم؟ فالقدوه هنا، فكره القدوه هنا هو طريقه تعاملنا مع المشاكل، طريقه تعاملنا معاهم، احنا بنعمل ايه؟ بابا بيتنرفز والحمايه، تلاقي الطفل ولا الولد الشاب بيتنرفز بنفس الطريقه، بابا اللي بيشتم ماما تلاقي الولد يكبر يشتم ماما على طول، ما فيهاش كلام، او ممكن يعكس او ممكن يعمل العكس، لان ماما صعبانه عليه فيحب ماما اكتر من مين؟ ويكره بابا. طب ليه لازم يبقى فيه فريقين؟ يعني لازم يبقى فيه بابا يكره ماما، ولد يكره ابوه، بيحب ماما اكتر، او يعني ليه البيت ما يبقاش فيه ايه؟ كله بيحب بعض، في محبه. ده اللي احنا جايين ايه؟ نتناقش ونتكلم فيه. اول حاجه احنا خلاص هنتكلم على طول يعني سريعا يعني في الاخر. اول حاجه العلاقه جوه البيت. العلاقه جوه البيت. تنميه البعد الروحي والشبع بالمسيح. ازاي نقدر نعمل ده؟ ببساطه جدا جدا اقول لكم الموضوع ببساطه. بيبتدي من اول قعدتنا جنب مع بعض على السفره. على السفره لما نقعد ناكل مع بعض. الموضوع ده يا جماعه في منتهى الاهميه. مهم جدا. وعشان اضيف برضه علشان المستوى يوصل، لما نقعد ناكل مع بعض ارجوكم بلاش نفتح التلفزيون. معظم بيوتنا معظمها تلاقي السفره وقدامها وش كده التلفزيون. والريموت في ايد حد منهم. او الموبايل محطوط جنبه وهو عمال ياكل وباصص عليه. كل دي اخطاء، لان احنا لازم على الاقل اللحظات دي بناكل مع بعض، مركزين مع بعض. اعظم سر السيد المسيح عمله كان امتى؟ وهم قاعدين بيتعشوا، اللي هو ايه؟ الافخارستي، سر الافخارستي. كان قاعدين بيتعشوا. عمل سر او اوجد السر اللي هو ايه؟ اللي فيه الاتحاد بالمسيح نفسه، ربنا نفسه. فتخيلوا معايا كده حضراتكم القعده دي، قعده العشاء دي، احنا كلنا بنتحد مع بعض. كلنا بناكل لقمه، عارفين لما يقول لك احنا واكلين في طبق واحد؟ هي دي الفكره، هي دي الفكره.
وسلوكيات واداب بقى القعده دي. يعني بعد ما نخلص اكل نشكر ماما، او احنا قاعدين بناكل تسلم ايديك يا ماما، شويه الحاجات دي. ولو مش بيقولوا نعلمهم يقولوا، يعني واخدين بالكم؟ لو مش بيقولوا نعلمهم يقولوا، لانه هيتجوزوا ويرجعوا لنا برضه تاني بمشاكلهم، انها تقول لك ايه او تقول لي ايه، ما بيهونش حتى عليه يقول لي ايه تسلم ايديكي، هو ما اتعلمهاش. يا ابني ليه مش بتقول لها تسلم ايديكي؟ ايه يا ابني ايه عملت الاكل؟ ايوه حبيبي ما هي عملت الاكل، ايوه المفروض تعمل الاكل، ايوه يعني ماشي، دي تشجيع. اصلا هو ما عندوش دي، ما عندوش الفكره دي، اصل دي ماما. انتوا هي من يعني هو من هو انا اقول لماما شكرا؟ ده في نقل الاولاد بيقولوا كده، يعني ايه اقول لبابا شكرا؟ يعني هي يعني امال انت فالح تشتمه بس؟ يعني انت فالح بس تقول كلام مش حلو عليه مثلا يعني؟ ها؟ اه نقول له شكرا، نقول لبابا شكرا على هو عمل كده. ليه ما نقولوش اه يا حبيبي ازيك عامل ايه؟ ده اه جوزيف، اخبار جوزيف ده ابوك، يعني فاهمين الفكره؟ بابا وماما دي اتلغت من القواميس خلاص. بس وبنعتبرها اللي هو الشاب الروش، اللي هو ايه ده؟ انا مره كنت بقول شبه الكلام ده في اجتماع جامعه. بعد ما خلصت الفيدباك للخدام قالوا اصل مثالي قوي، يعني انا بقوله ده مثاليه، يعني كلام ايه اللي انت بتقول لبابا بابا وماما ماما؟ ايه ماما دي؟ وماما تبقى فرحانه قوي وهي بتدلع يميني، يعني فاهمين الفكره؟ ماشي على عيني وراسي، بس هي الفكره ان احنا في حاجات فقدنا فيها فكره انه على الاقل بنحترم بعض. هتستغربوا شويه ان الحاجات دي اه لا بتفرق، بتفرق بتفرق حتى في طريقه اللغه، في طريقه توصيل المعلومه. يعني مش هكبر الموضوع وبابا معدي لازم اقف، مش هتعبكم في دي خلاص، لان العيال فلتت خلاص. انا شايف طبعا السن عدى، لكن على الاقل يبقى ما يقاطعنيش وانا بتكلم، على الاقل يسمع وجهه نظري زي ما انا سمعت وجهه نظره، على الاقل شويه حاجات كده، على الاقل ما يحرجنيش وما يحرجكيش، ما تتعلمش ان هي تحرج. بس يا ماما انت مش فاهمه حاجه في الموضوع ده. لا لا، بتبتدي من الحاجات اللي كانت البسيطه دي بتاعت بابا وماما والحاجات دي، علشان الامور ايه؟ تبقى ماشيه صح، ما يبقاش في حاجه اسمها ده مش مثاليه، دي قواعد. ولا حتى نقبل زي الولاد كده، في اعتقد النساء ده انتوا عارفينه، تلاقي ام مثلا فرحانه او جد فرحان بحفيده، فتلاقي مثلا البنت تاخد الواد كده جده اهو، فجده شايله، تف على جده حبيبي، تف على ايه ده؟ ايه اللي ايه ده؟ يعني اللي هو ايه اللي بتقوليه ده؟ يعني هي نوع من انواع ايه؟ يعني الهزار مع مش عارف ايه، ده كلام مش صح، طريقه مش صح. فين الاحترام؟ فين ان احنا نبقى بنحترم بعض؟ النقط دي يا جماعه مهمه جدا. كل ده فين؟ كل ده في جوه البيت، كل ده جوه البيت. البيت في وقت مقدس فيه، قانون البيت بيقول ايه؟ ان في مواعيد للرجوع. ده كبر بقى احنا هنقول له رايح فين وجاي منين؟ لان نفس المشهد ده بيتكرر امتى؟ لما بيتجوز. ده انا بابا ما كانش بيقول انت رايح فين، انت ايه فخور قوي بنفسك؟ يعني فاهمين؟ ده انا البنت مثلا، انا ماما عمرها ما قالت لي تلبسي ايه، انت ايه اللي بتقوله ده؟ انت فاهمين الفكره؟ جابوا لكم الكلام اهو، يعني جابوا لكم الكلام وانتوا قاعدين في بيوتكم يعني. ما هو انتوا لما نيجي نرجع بقى نسمع بابا وحاجات ليه ما كنتش بتقول له؟ قال له انا كنت قادر عليه، يعني فاهمين الفكره؟ يعني هي القصه بتيجي من هنا. بس ده مش معناه ان انا اروح اطلب رقبته بقى، انا سمعت المحاضره دلوقتي او انا رايح بقى ايه عالم ما بقى. لا مش كده. بس كله بالاتفاق. حبيبي احنا هنرجع الساعه 10. 10 يا بابا ده ما 10. طب ما لا معلش مش عارف. طب هبقى لك 10. جه الساعه 11. خدوا بالكم. جه 11. مش هقفل الباب ومش هدخله، في بعض التربيه يعني وصلت معاه ان هو يقفل الباب ونروح نجيب الواد من على السلم. لكن على الاقل نديله، انا مش اتفقت معاك على 10، بابا حصل وحصل وسوى والطريق وابني وحكايات. طب لو سمحت بعد كده 10. هشوف يا بابا حاضر. هقول لكم حاجه، هيجي 11 تاني بره. بس المره دي ايه اللي حصل؟ جواه حاجه من الغصاب. وانا هرجع البيت برضه. طب يا جماعه بنحاول نفهم. وصلكم الفرق؟ في فرق حصل. لكن قعد 11 عادي. يمكن رجع 11 لان القعده خلصت 11. لو كانت ممكن تمتد عن 12 كان قعد.
وكمل. مفيش حاجة ايه؟ مفيش روح قدس بتدخل عليك. فوصلها مفيش صوت بابا اللي قال له تعالى الساعة كذا وهو لا. في قانون في البيت، في قانون، ده القانون اللي احنا ايه بنحطه علشان ايه؟ ما تأهملت النفس أعمال الفضيلة جذبت الأمور المضادة رغما عنا. احنا بنعلمهم يعملوا ايه؟ فلو احنا مش ممشيينهم صح على القضيب، ها؟ هتلاقي ايه؟ هتلاقيه في حاجات كتير لخبطت معاه في حياته. ده انا بقول لكم بس على المواعيد، لكن لما بقى نتيجي معاه في موضوع شرب السجاير ومواضيع بقى اي حاجة اخلاقية، امور بالشكل ده لا نتكلم معاه، نتناقش معاه. واحنا احيانا كتير برضه بنبقى السبب في ايه؟ في ان هم ما بيتكلموش معانا. احنا السبب على فكرة. لانه بيبقى ماما واقفه مشغوله عايزه تخلص الثلاث اربع اصناف الاكل اللي المفروض يتعمل زي النهارده كده مثلا عشان الفطار ويلا وحاجات كده، والبنت جايه تتكلم في موضوع مش وقته. بس ما تصدعينيش، ما تصدعينيش، دي مش هتجيلك تاني، مش هتجيلك تاني، هتروح تشوف حد تاني يسمعها، تروح على الشات بقى. احنا خلاص كمان الميديا والحاجات السوشيال ميديا والحاجات دي بقت 24 ساعه فما بقوش محتاجيننا اصلا. فاحنا الفرصه لو هم جم يتكلموا لا نقفش فيهم، تعالى نتكلم. وصلت يعني؟ ده اهم حاجه، لان لازم. ومبدا عام كده، ان كبر ابنك خويك. خويك يعني ايه؟ صاحبك. يبقى صاحبك يعني انا اتكلم واخد ودي معاهم، والبنت نفس القصه ناخد وندي ايه معاهم. كمان نهتم باولادنا بحضور الكنيسه. لا تمام، دي بقى زي الفل. ايه بقى؟ كل يوم بيقولوا لي احنا نازلين رايحين الكنيسه، بس عايزين نتفق على حاجه. الكنيسه قداس، عشيه، اجتماع، انشطه، مهرجان، وحاجات من الحاجات الكنسيه. والكنيسه كمان خوش كافيتيريا او برجوله، او رايحين الكنيسه دخل قالها بنا الذي وراح خرج، ده لو قالها اصلا. هي دي الكنيسه. هو فين في الكنيسه بقى؟ أو هي فين في الكنيسة؟ هي إيه مكانها جوه الكنيسة؟ نسأل. ده دورنا، ده دورنا. إيه أخبار الكنيسة النهاردة؟ خدتوا إيه؟ عملتوا إيه؟ وهي يمكن فرصة لفتح مجال الكلام. وإحنا بنسأل بلاش الطريقة اللي هي بتاعت ورحت الكنيسة، قابلت مين في الكنيسة؟ عارفين أنتوا يعني إيه؟ طريقة المباحث يعني، طريقة اللي هي لا برضه يعني احنا بنتكلم بعد بنعمل الاكل ولا مش عارف ايه. وخدوا ايه؟ عودوهم ان هم يتكلموا، عودوهم ان هم يتكلموا. عارف بنوته كده صغيره كانت بتحكي من وهي صغيره، اول ما تيجي من المدرسه وتقلع الشنطه، وهي البنات شفت قوارير في القصه دي، وهي بتقلع شنطه المدرسه تقول ماما المس بتاعتنا اتخطبت في ثالثه ابتدائي رابعه ابتدائي، وتعرفت ان هي مقصوفه لابسه دبله. يا شيخ شوف البنات يعني بس بتحكي واخدين بالكم يعني ايه؟ بنسمعهم. فلازم نسمع، لازم يبقى في وقت نتكلم معاهم. وجودهم جوه الكنيسه مهم، بس بالمتابعه، بمتابعتنا. طب ولادنا اللي كبروا اخبارهم ايه؟ يشيل شيبته بقى ولا يا ترى ايه اخبار الاعتراف؟ اخر مره اعترفنا احنا سالناهم. ما هو خادم الكنيسة هيسأله مرة اتنين تلاتة، ده لو سأل وقابلني لو سألته. أبونا لو شافه في الشارع هيسلم عليه ويقول إيه؟ اللي هو الولد يعني. مين اللي هيتابع ده؟ إيه أخبار بتاعت الولد؟ هتكتشف إن ولادكم مثلا في يعني ممكن بقاله سنتين تعبان. ولو بيخدم إجباري لازم يخدم إن هو لو يرضي إن هو بيعترف عشان ينزل خدمة. فده السبب الوحيد. واخدين بالكم؟ احنا اخبارنا اللي سالناهم مش عايز اضايقكم يعني، شافونا احنا او سمعونا ان احنا بناخد ميعاد علشان نروح نعترف، يعني برضه بتيجي من هنا قدوه. ما احنا ممكن احنا كمان ما نكونش بقى ثلاث اربع سنين ما اعترفناش، فهو بالنسبه له ايه؟ طب شافونا واحنا نازلين رايحين القداس مع بعض، عندنا نهضه في الكنيسه، نزلنا كلنا مع بعض مثلا. ماما انا بطني وجعاني، انا رجلي مش عارف ايه، طب بلاش النهارده هتنزل معانا بكره. شدناها معانا. دي الكنيسه، دي الكنيسه، مش اعتماد على الكنيسه تاخد لنا خدمات واداء كهنه، لا البيت. دور البيت كمان مهم جدا جدا جدا.
الكنيسه بيقضي فيها ساعتين ثلاثه بالكثير في الاسبوع، لكن باقي الاسبوع الكنيسه اللي في البيت بقى ايه. الترابط الاسري ده جوه البيت، واتكلمنا عن موضوع ايه المسبح العائلي اللي هي ايه السفره، ترابيزه السفره، ملايين السرير اللي ممكن بعض الناس بيفرشوها وياكلوا عليها، الطبق الكبير ده اللي بيقعدوا كلنا ناكل عليه، ايا كان شكل ونوع الاكل بناكل فيه مع بعض. بابا هيتاخر مستناه، بلاش حوار ايه اصل انا اكلتهم عشان ايه، لا يتقرص عليهم الاكل والجوع شويه بس عشان بابا مستنيين. حاجه حلوه، حاجه كده بتمشي في الدم بتاعنا، في اهتمام. طب اتصل ببابا كده اقول له انت فين؟ خدوا بالكم الترابط الاسري ده كمان ان احنا نعودهم يهتموا بينا. حضرتك النهارده في الاجتماع قابلتي صاحبتك من ايام مدرسه مش عارف سانت ميري ولا كده، ونسيتوا نفسكم في الكلام والحوار، وبدل ما تروحي الساعه مثلا 9 او 10 9 ونص روحتي 10 ونص. ايه الاخبار؟ حد اتصل بيكي؟ الزوج مش هيتصل يعني مش مشكله يعني هو ايه يعني، لكن الولاد اتصلوا؟ ها؟ حد منهم اتصل؟ حد منهم اهتم؟ ترجعي تجيبيها من شعر تجيبيها من ايديها كده، هو انا اتاخرت ما فيش يعني محدش يهتم؟ الحاجات الصغيره دي امتى بقى هتحسوا بيها؟ لما تكبروا سنا هم يروحوا مكان تاني. يا ماما اخبارك ايه؟ عملتي ايه النهارده؟ خدتي الدواء؟ الاهتمام ده اتفضل. لا طبعا
انا اشكرك وانا هبستعين بالقصه دي بعد اذنك. انا احكي لك قصتين على الموضوع ده، على الموضوع ده هيخدمونا برضه في الموضوع بتاع. يعني البنت دي هي واخده دور الضحيه، دور الضحيه، وزي ما حضرتك قلتي كده الاب هو مجرد زي اي اب بيقدم النصيحه وخايف عليها، لكن هي واخده دور انه لا، لان اكيد شايفه ناس تاني من اصحابها بيعاملوا معامله اخرى، وده اللي خلانا نقول الايتين اللي في الاول. فهي نفسها باباها يبقى شبه اب من الاباء اللي هم المتحررين، بس كل بيت له ايه؟ له القواعد بتاعته. اقول لكم سريعا كده، في ولد راح مره لاهل ابوه بيقول له انا ما شفتش اب بيكره ابنه زي ابويا. قال له ازاي يا ابني الكلام ده معقوله؟ قال له بيكرهني، بيكرهني. تلف الايام نفس الولد ده يرجع تاني ويقول له ايه؟ انا ما شفتش اب بيحب ابنه زي ابويا. ايه يا ابني اللي غيرك؟ ايه اللي حصل؟ يقول ايه؟ الولد ده هو ماشي واقف يوم من الايام، يعني هو ماشي عربيه خبطته وجاله نزيف ونقلوه على المستشفى، وكان المفروض يبقى فيه نقل دم. طبعا دوروا في المستشفى على فصيل الدم ليه، ما لقوش، على بال ما جابوا حاجات كده. في اللحظه دي الولد كان في كوما كده، في غيبوبه. فيقول بس فتح عينيه في لحظات كده، في لحظات يعني. شاف ايه؟ شاف مشهد رهيب. شاف الاب في حاله انهيار تقريبا، بيصوت، بيخبط دماغه في الحيط، بيصوت في المستشفى الحقوني الحقوا ابني، ازاي مفيش دم، يعني فين الدكاتره، وعمال منهار منهار. في اللحظه دي الولد حس بايه؟ حس بحب ابوه. ايه ده؟ هو بيحبني كده؟ هو امال ايه اللي انا كنت فاكره ده؟ ايه اللي انا كنت فاكره ده؟ نطلع ايه من القصه دي يا جماعه؟ هي قصه او دي في لغات الحب الخمسه يعني اكتر. هي الفكره، فكره ان احنا بنقدم مشاعر حب بطريقتنا احنا. خدوا بالكم اسمها لغات الحب. فاللغه اللي انا بقدمها هي لغتي انا. انا بتكلم صيني وابني بيتكلم انجليزي. فالراجل ده بيتكلم بلغه الراجل ده مش فاهمها. فهي دي الفكره، انا بقدم اهتمام ورعايه وامان في البيت. بس هي عايزه ايه؟ عايزه مشاعر. فلما نيجي نقدم الحب نقدمه بأنهي لغه؟ بلغه الطرف الثاني، هو عايز ايه؟ محتاج ايه؟ نفهم هو ايه اللي بيفرق معاه. الام هي الاساس بقى. يعني هي تعلمها برضه، لا انا في الاصول والكلام ده كله. يعني الام برضه تقول لها عيل الام. بص حضرتك، الام ليها دور، ليها دور، وده اللي انا هتكلم فيه برضه. فكره ان يبقى في قانون موحد في البيت، انه ما ينفعش، يعني انا مش يعني انا بس هكمل بقيه القصه وهرجع للحته دي، انه فكره ان احنا بنقدم الحب بطريقتنا احنا، بس احنا لازم نقدمه بطريقه مين؟ من طرف تاني. ويمكن دي بقى لو ترجعوا للذاكره هتلاقوا ان دي تقريبا مشكله من مشاكل الزوجيه. الزوج بيحب مراته بطريقته وهي عايزاه يحبها بطريقتها. فالتنين بيخلصوا على بعض، واخدين بالكم؟ ده مش فاهمها وهي مش فاهماه، وهاتك يا ايه؟ فيطلع لينا كمان انتاج اللي هم الولاد، احنا كمان مش طايقين ايه؟ نتعامل معاهم. هي القصه قصه في منتهى البساطه. انا بقدم الحب ده ازاي؟ هنا البنت دي عندها جزء حساس شويه، في حساسيه عندها، هي محتاجه ايه؟ مشاعر. مش كل اولادنا على فكره بيبقى بنتين، بنت عايزه تتشكم وبنت عايزه تطبطب عليها. ولد بيبقى رهيب وولد تاني ما ينفعش نتعامل معاه بنفس طريقه اخوه. هي كده. فاهمين الفكره؟ اشوف كل واحد فيهم بيحب يعامل ازاي؟ يحب نتعامل معاه ازاي؟ علشان نقدر نعرف نقدم الحب ده للطرف التاني. اللي حضرتك بتقولي عليه ان الام عليها دور، وده مهم فعلا. لازم يكون الاب والام متفقين حتى في ابسط الاشياء. البنت عايزه تطلع دهب مع اصحابها. الام رافضه لاسباب ممكن هي عارفاها. البنت لعبيه، لبسها ممكن بقى متحرره، حاجات بالشكل ده، ولو قولت لابوها
هيقطم رقبتها والحوارات اياها دي. فهي رافضه. تيجي البنت من وراها تروح لابوها تعمل له شاي تطبطب عليه من غير العاده طبعا، وعايز حاجه يا حبيبي، عايز حاجه يا بابا، طب بابا انا كنت عايز اطلع. يا حبيبتي روحي. كارثه. بابا وافق، بابا الطيب وماما الشريره. واخدين بالكم؟ ده كارثه في البيت. ولما بيحصل ده ان في قانونين في البيت، الولاد بياخدوا ايه؟ بيعملوا قانون ثالث ليهم بقى، اللي هو الحركات اللي احنا قلنا عليها. فاهمين الفكره؟ فلازم يبقى ماما رفضت وتبلغ بابا برفضها، او انا هكلم بابا وانتوا الاثنين تتفقوا مع بعض وتخرجوا بايه؟ بقرار واحد. ما ينفعش قدام الولاد نصطدم مع بعض، ما ينفعش. تصطدموا مع بعض في اوضه النوم، بس هتطلعوا من اوضه النوم واخدين قرار واحد، يا هتطلع الرحله يا مش هتطلعها. ده المفروض انه يحصل. التشجيع والحب جالنا للنقطه دي، يعني كله مدروس، يعني كله محطوط معاه. موضوع التشجيع، موضوع التشجيع وفكره الحب الغير مشروط، نبسطها. دايما احب ايه ندي النقط كده ببساطه، هنلخصها في كلمه بسيطه قوي. هنحب ولادنا على الرغم من، مش علشان. هنحب ولادنا على الرغم من، مش علشان. يعني يعني انت بتحب بنتك ليه؟ انا بحبها علشان شاطره، بتسمع الكلام، بتساعدني في كل حاجه، بتجيب درجات كويسه. حلوه قوي. طب لو ما عملتش كل الحاجات دي، كنا متفقين نجيب درجه حلوه في اخر السنه ما جابتش، ايه الاخبار؟ لا، هنحبهم على الرغم من شقاوتهم، صوتهم العالي، لسانهم الطويل. ايه ده؟ معقوله؟ البنت دي كانت محتاجه كده، محتاجه مع وانا بخبط خبطه صغيره كده، بس مش بجد يعني، بس خبطه دي بالكلام، خبطه دي بالزعل، يعني على حسب الخبطه، بس مش بالايد، مش ضرب طبعا. معاها يكون فيها ايه؟ عارفين حتى الايه يقول لك يجرح وايه؟ ويعصب. ده تعامل ربنا نفسه معانا، يجرح ويعصب. نعمل كده. وانا بقى برفض، يبقى في قدامها ايه؟ حاجه. يعني انا مثلا البنت عايزه تطلع دهب. مع رفضي ده بجهز لها ايه؟ خروجه ثانيه، هي هترفضها برضه. بس يبقى ايه؟ مع الوقت انا عملت اللي عليا، بحاول اقدم حاجه بديله. لكن انا رفضت هنا وما بعملش البديل. طب وبعدين؟ وبعدين؟ انا على طول الخط برفض اي حاجه هي عايزاها من باب الامان والخوف عليك. طب وبعدين؟ التشجيع ده شيء مهم جدا، التشجيع ده شيء مهم جدا في حياتنا. نشجع بعض، نشجع بعض. زوج يشجع مراته، والزوجه تشجع جوزها، واحنا الاثنين نشجع ولادنا. فاكرين البنت اللي كسرت الكوبايه؟ البنت دي لو الام عنفتها وهزقتها وفضحتها زي ما قلت لكم ايه؟ مش هتعتب المطبخ تاني. لكن الام اللي تقول لها يا حبيبتي فداكي، فداكي 100 كوبايه ولا يهمك، معلش ما انا ياما كسرت. خلي بالك المره الجايه، وهي نفسها فعلا هتخلي بالها. الولد اللي عمل كارثه، انا لو طبطبت عليه يبقى ده دلع، لا انا اديله فوق دماغه عشان يتقب. افرض ممكن الموقف مش محتاج منك كمان، هو جاي معيط ادينا له 5 جنيه يجيب حاجه ب 3 جنيه وهو جاي وقع 2 جنيه. وجاي معيط يعني عنده احساس. لا، هو لازم كف الايد على الخلقه على الوش عشان يتعلم ما يضيعش فلوس تاني. ده مش هيمسك فلوس تاني، يعني بنشوف ناس كبار ماسك الفلوس مرعوب. في شخصيه اتهزت، في حاجه اتهزت جواه. لكن احنا بنعمل ايه؟ بنشجع. كلمه يا فاشل يا فاشل يا ابو ملحق. يعني حتى مره كانوا منزلين صوره كده، اب جايب تورتايه في عيد ميلاد ابنه،
وكاتب له ابو ملحقين على التورتايه. يعني هو انت بتجامله ولا بتفضحه ولا بتسممها له؟ يعني فاهمين الفكره؟ هي اكيد حاجه كوميدي يعني، مش معقوله هيعمل كده. وبعدين بحكولها ولو ان ممكن يعني من باب ان هو ايه يفكره بس. ابو ملحقين ايه ده اسمه ايه؟ احنا طريقتنا عامله ازاي معاهم؟ بنتعامل معاهم ازاي؟ بنشجعهم ازاي؟ بيفرق جدا في حياتنا، حياة ولادنا. اكتشاف المواهب يمكن دي ليها علاقة شوية بالأطفال الصغيرين، قد يبدو ليهم يعني تقولوا اه ده بقى لما يكون طفل صغير نبتدي نكتشف مواهبه وحاجات كده. طب اللي كبر؟ لا، أنا عايز أقول لكم حاجة، ياما ناس شفناهم كبار ابتدوا لسه بيروحوا ياخدوا مثلا كورسات عزف وكورسات رسم وكورسات سباحة وكورسات إيه ده؟ هو حضرتك يعني ده يقول لك اصل انا ما كانش عندي وقت وانا صغير اعمل كده، اصل انا ما حدش اهتم بيا علشان اعمل ده وانا صغير، فحسيت ان انا عايز اعمل ده وانا كبير. تلاقي في ناس بتتعلم حاجات اشغال يدويه وحاجات بالشكل ده. يا دي مواهب كانت جوايا بس ايه؟ لم تكتشف. يا ترى اولادنا اكتشفنا مواهبهم ولا لسه؟ خدوا بالكم، ربنا ما خلقناش ساده مفيش مواهب ولا اي حاجه، لا، خلق كل واحد فينا بحاجه مميزه. بس المشكله فين؟ فيا انا اللي لسه ايه؟ ما اكتشفتهاش، انا لسه ما عرفتهاش. مش الرسم والعزف والكورال وعزف الالات هي دي بس المواهب، او كتابه اشعار والكلام ده، لا، ده الابتسامه موهبه. تلاقي واحد كده وشه بشوش تلاقيه استريحت كده لوحدك. واحد تلاقي لغته في الكلام ولباقته حلوه مريحه، نبره صوته ممكن يجيبوه في الكنيسه هنا مثلا، يعمل مثلا عاملين فيلم تسجيلي عن حاجه معينه، اب تنيح ولا مش عارف حاجه كده، ويبتدي بصوته وبنبراتها يخلي الناس كلها قاعده يعني بتسح عياطه وبتاع من بس نبره. دي موهبه، دي موهبه. يا ترى اولادنا اكتشفوا ده لسه فيهم ولا لا؟ بنتابعهم احنا ولا لا؟ مع الحته اللي فاتت بتاعت التشجيع مع المواهب الاتنين يمشوا مع بعض. ايه اخباركم في الكورسات؟ خدتوا كورس ايه؟ خلصت بكالوريوس تجاره بس، طب وبعدين؟ ده في كورسات مهمه يا حبيبي، كورسات الكمبيوتر اخبارك فيها ايه؟ اللغه مش لازم تروح، يقول لك انا تلاقي دايما قاعد في البيت كده. طب افتح ده النهارده الحمد لله، يعني التكنولوجيا لغايه البيت، الكورسات لغايه باب البيت، لغايه جوه السرير. فتحنا ايه؟ راجعت ايه؟ شفت ايه؟ تشجيع، برافو عليك. وتلاقي عمال يكلمك عن البورصه ويكلمك مش عارف عن المشاريع الصغيره. حد تاني مع التشجيع اللي فات مع النقطه بتاعت اكتشاف المواهب، وانت بقى يعني هتعملي فيها يعني وزير الماليه؟ وانت يعني هتفهم قوي يعني؟ وانت ليك في الكلام ده ابو خمسه جنيه ضيعتها وانت صغير؟ ونعيد بقى ايه؟ فاهمين المقاسي بقى؟ لا، تشجيع مع اكتشاف مواهبهم يبقوا زي الفل، يبقوا زي الفل. التربيه نعم حلم. مراقبه سلوكياتهم مع القانون اللي احنا اتكلمنا عليه. بس قبل ما اعمل ده لازم ابقى ضامن درجه علاقتي بيها او بيه ايه؟ الحب اللي رصيد الحب اللي بيني وبينه ايه؟ لما اقول له حبيبي ما نعملش ده او نعمل ده، ما مدى تقبله وتقبلها مني؟ لازم يبقى عندي اول ايه؟ رصيد حب بينا، طريقه حلوه في التعامل بتخليني اقدر اعمل ده. لكن في بعض الامهات تبص تلاقيها مثلا خدت في الاجتماع، خدوا بالكم العيال في اعدادي، البنات في اعدادي وثانوي ممكن يبقى في علاقات حب على الانترنت، وممكن يخشوا على مواقع اباحيه. تلاقي الام يا نهار اسود ده انا سايباها مع الانترنت في البيت والموبايل، تروح البيت جري تقوم راحت شفت المباحث، تقوم فاتحه الباب كده داخله عليها فجاه، تقوم مرميه على الموبايل تخطفه من ايديها. في ايه؟ ايه ده؟ في ايه يا ماما؟ انت عارفين حتى العيال يقولوا ايه ماما جرالها ايه؟ يعني عارفين يعني مش كده؟ مش ده الاسلوب؟ صدقوني انتوا ممكن تكونوا بتفكروا ان انا اوفر. انا مره كنت بتكلم كده
وام انفعلت معاها قوي، راحت مطلعه لي من شنطتها ايه؟ بسرحه كده بخيال، طلعت ايه من شنطه؟ اعمق. الراوتر اللي في البيت بتاع الانترنت، سحبت الراوتر وهي نازله عشان تجيب منها. ما هو الموبايل لا، ما جابته من الاول يعني، فاهمين؟ فكره رائعه، عجبتك، اشكرك. انا مش قصدي كده طبعا يعني، بقيت راح مطلع لي الراوتر بالاسلاك يعني، فاهمين الفكره؟ يعني حاجه دمار يعني. يعني عملت كده يعني، مش تقفله مثلا، تغير الباسورد، الحاجات اللي هي التكنولوجيا. لا انا لسه هاخد دماغي من الكلام بتاعكم ده، راحت سحب الراوتر وهي نازله مطلعه لي من الشنطه. ده في الاجتماع يعني، احنا قاعدين بنتكلم في الموضوع طبعا. كل ده ازمه ثقه، ازمه ثقه في التعامل بيننا وبينهم، في مراقبة سلوكياتهم. بنقول لهم احنا مش واثقين فيكم، احنا قلقانين منكم. فالحته دي بتبقى حساسه جدا، خصوصا مع الولاد اللي فعلا الحته دي بتجرح مشاعرهم وبتفرق معاهم. بابا مش واثق فيا، ماما مش واثقه فيا، بس ما يبقاش ده اسلوب لوي الدراع منهم. انت مش واثقه فيا يا ماما، تقعد بقى تعمل لك شويتين دول. لا يا حبيبتي، بس في قانون في البيت بنتفق فيه مع بعض، باكج على بعضها، كل النقط دي حطوها جنب بعض علشان نطلع بايه؟ بمنتج صح، منتج صحي في التعامل والعلاقه اللي بيننا وبين بيننا. طبعا موضوع مهارات اداره الوقت دي، ولادنا ما شاء الله يستلموا الاجازه من هنا، يومهم ليلهم نهارهم ونهارهم ليل، يعني الدنيا ايه؟ والشهاده اللي في ايديهم تقول لك ايه؟ انا اجازه، يعني كان اجازه، يعني كل ما هو غلط يفهمني. واخدين بالكم؟ لا، في وقت رحتي اعداد الختام، رحتي خدمتك، ما هي دي برضو الحاجات اللي نزلنا مثلا تدريب، بنعمل ايه في اليوم بتاعنا؟ بنصحى الصبح نعمل ايه؟ الحاجات دي كلها اداره الوقت. هم مش في دماغهم، لكن لازم احنا ايه؟ نتابعهم، يبقوا عارفين ايه اللي المفروض يعملوه في يومهم. ما يبقاش اليوم بالنسبه لهم بيجري كده، عدد ساعات بتجري وخلاص، لكن يبقى في ترتيب كده، في ترتيب كده هم عارفينه في اليوم بتاعهم. يعني اداره الوقت ده شيء مهم جدا، وحضراتكم برضه درسوه يعني، انا مش هدخل في تفاصيله، بس ادرسوا اداره الوقت علشان حتى من باب ان نعرف نتكلم مع ايه المهم، فالاهم، اولويات، شويه موضوعات كده ايه حلوه يعني. يعني انا جايب كده حاجات ترتيب الاولويات، الهام والعاجل، هام وغير عاجل، يعني ايه مربع الازمات، مربع المستقبل، غير هام، مربع الخداع، مربع الضياع، وفي كده شويه انت يعني، انا مش اختراع الكلام ده، هتلاقوه على الانترنت كتير وفره، ممكن بس مجرد ان تعملوا سيرش بسيط كده تدخلوا تشوفوا الكلام ده احسن مني كمان. يعني فكره مربع المستقبل ده يعني بيقول انه دايما وقت الاجازه بنخطط لايه؟ يعني فاهمين الفكره؟ الحاجات المهمه اللي بيعملها. مربع الخداع ده مثلا وهم قاعدين وهيبتدوا مثلا يذاكروا، هوب جالها تليفون، دمر لها الوقت كله. فاهمين؟ فالحاجات دي، الحاجات الباراشوت دي مش المفروض ان احنا ايه؟ نقع فيها، ده خداع. التخلص من التدليل، علشان بس ما يبقاش مختلط على حضراتكم ان هنشجع فتبقى اوفر التشجيع، فيبقى احنا عملنا ايه؟ دلعنا. لا، الدلع هنا مش فكره انه لو بنقول لكرولوس يا كوكو ولو لكريستين يا كيكي والحاجات دي، لا مش هندلعهم بقى، نروح البيت نندلهم بقى، مش هي دي، لا مش هو ده اللي انا قصدي عليه. الدلع هنا فكرة ايه؟ فكرة لا الاوفر بروتكشن، اللي هو الحماية الزايدة. يعني زي ما قلنا كده، طفل اداله 5 جنيه هيروح يشتري حاجة. المرة اللي فاتت وقع الباقي. طب المرة دي بقى هعمل ايه؟ تمسك ال 5 جنيه في ايديك وتحطها في جيبك، وهو نازل يبص له من البلكونة، ها ال 5 جنيه في جيبي يا ماما. مش بعيد عننا، حبيبي ها ال 5 جنيه معايا يا ماما، ده ايه ده؟ ايه اللوا ده؟ ايه ده؟ ده احنا فاهمين الفكره؟ او كبر شويه، كبر شويه
ها آه. لا وصلت فين ده بنتكلم على مثلا ليفل جامعه وصلت وهو في ها آه. انت بتعمل ايه؟ حلو يعني انا بس يعني انا عارف ان بيتعمل كده يعني عارف ان انتوا بتعملوا كده وده مش معناه ان بس هي إيه الفكره في ايه؟ الفكره ان احنا بنطمن عليه ولا احنا بنرعبه؟ من ايه؟ بنخنقهم اه وايه؟ وهم هيشوفوها كده هي ماما انا وسط اصحابي يا ماما انا مع اصحابي ما وما يردش يا نهار ابيض ما ردش يبقى ايه بعد الشر بعد الشر طلع ديناصور قطم رقبته لا ده في قرش كان وهو ماشي في 6 اكتوبر يعني من الميه ميه فين في اكتوبر يعني فاهمين او يعني عارفين بقى الهواجس اللي احنا فيها وده هيبين لكم ان انتوا مش بتتصلوا للفور ان انتوا بس تطمنوا لا هو عشان انا جوايا ايه بتكون البنت اتخطفت مع اللي احنا بنسمعه ده كله مع ايه ده؟ ايه الرعب ده؟ ها الرعب ده ولو مخطوبه يا نهار ابيض يمكن يقول لي كده انا كنت احنا اصحاب كنت فري اكتر يعني ممكن اروح لهم البيت اول ما بنتخطب بيقول لي مش هشوف وشك الا يعني فاهم يعني عارفين انتوا الرعب من مجرد الخطوبه مش عارف اصدقوا مقصود ايه ولا لا بس احنا بنقلب ايات مالهاش مش صح يعني اه نخاف عليهم بس مش للدرجه دي وهو ده بقى نوم اللي انا بتكلم عليه ان احنا وصلت معانا ان احنا ايه يعني انا معلش انا هقول لكم بس حاجه كده في بنت بتقول لي ايه؟ بتقول لي بص يعني انا مهما اقول لك انت مش هتتخيل بعد ما اتخطبنا مامته بقت بتعمل معاها ايه؟ مامته دي باباها راح باباها جوزها يعني راح السنة فما بقى وولد وحيد هو الولد هو كان طبيعي وهي طبيعيه هي بتنام في اوضتها وهو بينام في اوضته بعد ما اتخطب بعد ما خطبه يعني واخدين بالكم بقت بتقول له تعالى نام جنبي وصلته يعني تعالى نام جنبي من فكره انها ايه؟ يعني خايفه بقى ده هيسيبني بتاخد جرعه حنان يعني وشويه حاجات بقى ايه عارف لو ما جيتوش انتوا هتتجوزوا يبقى عندكم بس شقه لكن بايتين عندي ليل ونهار وشويه تفاصيل تفاصيل الكارثه الثانيه ان الولد ده طيب قوي فراح حكى لمين؟ تعالوا لي بقى يعني فاهمين؟ رجعوا لي بقى فالقصه هنا قصه ايه؟ قصة احنا بنعامل ولادنا ازاي؟ احنا نخاف عليهم بس ما نوصلش الصورة للدرجة اللي احنا ايه؟ بنتكلم فيها. التدليل ازاي والحماية ازاي؟ لازم نديهم مساحة من الخطأ. مساحة من ايه؟ من الخطأ علشان لما يتعلموا منه. كن قدوة آخر نقطة اللي احنا اتكلمنا فيها في الآخر في الأول خالص ازاي نبقى قدوة؟ القدوة دي هي النقط اللي احنا اتكلمنا فيها دي كلها مع بعض لو احنا نفذناها ان انا باخد بالي من بيتي باخد بالي من الكنيسه التشجيع براعي الوقت بتاعي انا نفسي بعمل الحاجات دي قدام ولادنا فساعتها هيتعلموا مني ايه؟ هيتعلموا مني كل النقط دي. ملخص سريع للي احنا قلناه نقراه بسرعه انا شبعان بربنا يعني البيت فيه صلاه في تردد اسري، بابا بيحب ماما، ماما بتحب بابا، بنقدم الحب لاولادنا بالطريقه اللي هم عايزينها مش بالطريقه اللي انا عايزها عشان اللغه توصل. اعرف قدراتي ومواهبي، ادور على الحاجات دي جوه اولادي واشوف هم بيعملوا ايه، بيتطوروا ازاي، كل يوم كل سنه ايه الجديد اللي انتوا وصلتوا له. عندي اولويات في حياتي اللي هو موضوع اداره الوقت والمسؤوليه. اللي انا بعرف انظم وقتي، عندي انشطه في الكنيسه وبخدم بحب ربنا، بوصل ده للولاد، بعلمهم ان هم ازاي يبقى في محبه في الخدمه، ما يبقوش منفسنين، ما يبقوش متغاظين، وهم جايين اقول فلان خدت صوته وانا ما خدتش، وانا كمان بقول لهم اه معلش يا حبيبتي، ما اصلها بنت ابونا، معلش يا حبيبتي اصلها بنت الخادمه الفلانيه، لا ما عملش كده. ولا يا حبيبتي مش مهم الفكره المهم ان احنا وقفنا ورفعنا قلبنا وصلينا الكورال ده حاجه خدمه حلوه نعلمهم مش نيجي على هواهم نطبطب عليهم نفهمهم الصح لكن ما نبقاش ماشيين في الطريقه اللي هم ايه بيعملوا بيها اكون قدوه لاولادي علشان اولادي يتعلموا مني اقول لهم لا
بيحبوا يجيبوا ايفون يسافروا الساحل واقول على غلط تقول اصحابي بيعملوا كده يعني ايه الحل؟ ما ده اللي احنا قلنا عليه يعني هي فكره الايه اللي احنا قلنا عليها. كل الاشياء تحل بيها لكن ليس كل الاشياء سواء بقى كانت توافق او تبني. بس فكره الساحل او الحاجات دي لو انا شايفه انه غلط نقول غلط. لو انا شايفه انه ما ينفعش لسه كان في حد بتقول لي نفس الكلام ده. ابنها في ثانيه كليه ثانيه جامعه واصحابه برضه رايحين دهب والكلام ده شباب مجموعه شباب. اصلا الحتت دي كمايل والكلام ده اول ما يشوفوا شباب يعني زي ما يكون بقى تفتيش ومش عارف بهدله وحاجات زي كده يعني حقهم يعني هم برضه مش عارفين دول مين وبيعملوا كده. ففي امور ممكن تبقى خارج السيطره انا مش عارفه هي مسافره مع مين مش عارفه الجو العام عامل ازاي. موضوع الساحل والكلام ده من اسمه حتى ساحل شرير يعني عارفين المسميات والطريقه والحريه الاوفر وهيروحوا يعملوا ايه الحاجات دي. لا نشوف الكنيسه مطلعه ايه نشوف احنا هنعمل ايه. لو في امكانيه لو عرفنا نطلع كلنا يعني اصحابها واحنا متواجدين تحت عينينا في اسر بتعمل كده في عائلات ممكن يبقوا تحت عينينا تلاقي اب وام قاعدين وتلاقي مثلا البنت مع اصحابها او هي رايحه مع الاسره دي واحنا عارفين الاسره دي اخبارها ايه. في امور بالشكل ده لكن انا خايفه عليها وهي مصره على حاجه زي كده لا ما ينفعش. موضوع الايفون والكلام اللي انا كنت بقول لكم عليه الموبايلات والحاجات الغاليه دي امكانيات الاسره ايه والبيت ايه. بصي يا حبيبتي بابا بياخد كذا والبيت ده بيتكلف كذا ده اللي بيتبقى مننا هنجيب منين؟ خصوصا لو هي كبيره وعلى فكره اعدادي وثانوي دخلوها في مشاكلكم يعني سيبوكم بقى من الحاجات مش عايزه كمان تتاثر معنويا ونفسيا. احنا في مجال او في وقت دلوقتي هنعمل ايه؟ يعني خدوا بقى العكس هتعملوا ايه؟ نحاول بقى نقول لهم اصل طب ان شاء الله طب اصل هنحاول طب لا مفيش. تعالي نشتغل تعالي نشوف مجال نشتغل نعمل حاجه يدويه حاجه على الانترنت شوف ونساعد بعض. هي الدور كده نمشي كده لكن الاحلام بتاعتهم على ارض واقع مفيش لا الامكانيات بتاعتنا لازم يدخلوا معانا في تفاصيل حياتنا عشان يبقوا فاهمين. وانا ما بعرفش يعني انا اكيد ما بس يعني انا يعني حد يساعدني انا مش عارف اجمع الكلام يعني الوقت اللي بيتفرق انا هاخد النقطه الثانيه طيب معلش انا اسف يعني اساعدك لا ولا احنا مدرسه واحده جدع وبيكونوا حلوين ولم بنربي صح وبيكونوا حلوين وهم يكبروا يبتدوا يندمجوا بيتغيروا ماشي. الوقت اللي بيتكلموا فيه بنكون مش مستعدين ان يسمعها اعمل ايه ساعات لما بيحبوا يعني يتكلموا بقى انا مش مستعده بصبر اشكرك يعني بصوا هو هم فعلا وهم صغيرين لما بيكبروا بيبقوا رخم من الاخر يعني بيبقوا رخم فكره بيبقى رخم دي وبيبقى عندهم عناد. بصوا هقول لكم حاجه مفاجاه بايخه يعني من اعدادي بنلاحظ عليهم كده لو الولد كمان بالذات لو ما كانش عنيد يبقى في حاجه غلط. الصح انه يبقى عنيد. ليه؟ هو اصلا في مرحلته مرحله ان هو بيخرج من مرحله الطفوله لمرحله الرجوله عشان كده المراهقه دي هو مرهق هو مش عارف هو عيل ولا كبير يعني بص تلاقيه يزعق لبابا مثلا او لماما ما تزعقليش كده ما تكلمينيش كده خصوصا لو في اخته صغيره ما تكلمينيش كده قدامها فتحس ايه؟ راجل لحظات تلاقي اخته الصغيره بتعيط تبص واخد المصاصه منها وعمال ايه؟ يا ابني ده انت مش لسه من شويه عمال تقول ان انت ما تكلمينيش كده وان انت راجل اللي عملته هو ده هو تلاقيه مش متزن لسه يعني. طيب نعمل ايه؟ في مواقف كتيره ترشموا الصليب وتبلعوا ريقه وتسكتوا خالص. في مواقف مش هتقدروا تعملوا فيها حاجه. هتسيبوه يتكلم كده وهم بيهدوا بعد شويه، بس بقى الشطاره في الثبات الانفعالي اللي مش موجود عندنا، انا عارف، يعني ما عندناش الحته دي، اللي هو علق صوته فازاي تعلي صوتك عليا؟
طب استنى شويه كده، هتلاقيه هو جه لوحده، انا اسف يا فندم. ما جاش، اهدي بقى كده شويه، بعد ما الموضوع يهدى خالص وقاعدين بناكل، قاعدين في جو لطيف. ايه رايك في الاكل؟ ايه رايك في الحاجه الفلانيه؟ ما تيجي ننزل نجيب حاجه؟ واحنا ماشيين تميلي عليه كده، حبيبي انت النهارده عملت صوتك والطريقه ما كانتش حلوه، انا اسف يا فندم. طب لما نرجع للموقف اللي كان سخن، هو بيعلي صوته وانت بتعلي صوتك، راح مشوح لك وسابك ودخل اوضته. ايه اللي حصل؟ انا اتشوح لي، امهات بقى، في امهات تقيله شويه، جبروت كده شويه، تبص تلاقيها جايبه عصايه كده وداخله تضرب شكلك. ايه يا ماما؟ ايه حضرتك ده؟ طب راح لولوه دراع حضرتك وراح زهقك، اتكسرت، في كسر. مش كده بنقول حتى البابا بعد كل كام لقاء في كذا اه، في كذا حاضر، في كذا نعم، عشان اللقاء تتوزن، عشان ما ينفعش بابا بس للقاء. يبقى بابا بيقول زي ما بيقول لقاء بيقول اه، عشان زي ما قلت لكم لما يقول لقاء يبقى هي اللقاء، لان في 100 اه بتتقال، او حاضر او طيب او نعم، لكن على طول الخط اللي بيقول لقاء مش هينفع. مع كمان فكره ان هم بيقولوا حاجات خارج نطاق الخدمه اساسا مش تبعنا، بس لازم نعمل ايه؟ ننقي وقت نتعامل فيه مع بعض. الوقت اللي بنتكلم فيه فعلا ده مهم جدا. ما ينفعش نتكلم واحنا راجعين من الشغل تعبانين مرهقين، لا نقول لهم استنى هنتكلم مع بعض، اديني وقت افكر في الموضوع، ده حقك. لكن بلاش نصبر على طول، لازم نقعد نفكر، وخصوصا الامهات، يعني انتوا بتعملوا بعض الحاجات كده التاتشات بتاعتكم كده، مش يعني عايزه موضوع يترفض وانت عارفه بابا جاي غضب الله على وشه وهو جاي من الشغل، تقومي مستلقي، انت عارفه التايم بتاعه، اول ما تخش اتفضل شوف بنتك طول النهار سايبه المذاكره وماسكه الموبايل، يقوم داخل ماسك الموبايل حاطه تحت رجليه وبيطلع كل طاقات الغل من 20 سنه شغل مطحون فيه في الموبايل، واخدين بالكم؟ ويطلع ان ايه البنت كانت بتعزي صاحبتها في الموبايل، بس الام ايه حطت طبعا مش انتوا، يعني هنتكلم على ناس ثانيه بره، يعني واخدين بالكم؟ اه ايه ده؟ لا ما احنا كده عملنا ايه؟ كرهنا البنت لباباها. لا ننقي الوقت ونحاول نتعامل مع بعض ونشوف الوقت المناسب ونصاحبهم ونتعامل معاهم بحب، امور كتير هتتغير. وفوق ده كده، فوق كل ده وجود ربنا نفسه في البيت. ربنا مش مجرد برواز محطوط على الحيط، ربنا بيتمشى معانا زي ما كان بيتمشى في الجنه مع ادم وحواء. ربنا موجود، شايف بابا بيتكلم عن ربنا، ماما بتتكلم عن ربنا، الاحساس جوه البيت فيه كنيسه، ده الاحساس ده في حد ذاته بيبقى فيه نعمه، عشان بيوتنا دي فعلا تكون بيوت صلاه، بيوت طهاره، بيوت بركه، ربنا يملاها نعمه وبركه ويحافظ عليهم. بشكركم جدا وخايف اكون طولت عليكم، وبجد كان وقت حلو معاكم، يا رب يكون فعلا الموضوع نال رضاكم ووصل لكم. شكرا.